اياد خلف يلعب كره الى امير، امير كره داخل الجزاء، صالح جابر وكره خطره 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 وهدف، هدف حسين علاء المدافع، حسين علاء يضع كره بهدوء داخل الشباك، حسين علاء مدافع زاخو يسجل الهدف الثاني، جمهور زاخو سعيد بالهدف الثاني، جماهير زاخو تحتفل بهدف حسين علاء، حسين علاء الخالي من الرقابة، هاي الهدف يتحمل الدفاعات المصافي، حسين علاء يجد نفسه وحيدا بلا رقابة ويضع الكرة بكل هدوء بالدقيقة 31 ويسجل الهدف الثاني لزاخو. كان صالح جابر، جماهير زاخو سعيدة بالهدف، وهي رابطة مشجعي زاخو، هاي عادل، هاي عادل، لاحظ الكرة سقطت من يد حارس المرمى وحسين علاء بكل هدوء وبدون رقابة يضعها في الشباك ويسجل الهدف الثاني لزاخو. زاخو 2 المصافي لا شيء، واحنا نلعب بالدقيقة 31 وكرة لصالح